بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبدأ محاضرتنا في مساق التدفئة المركزية. حكينا في المحاضرة السابقة عن تعريف الحمل الحراري للمشعات، وبدينا في حساب الحمل الحراري، وننتقل الآن إن شاء الله تعالى للنشرات الفنية للشركات المصنعة للمشعات. شو هذه النشرات الفنية بتكون تحتوي، وبناء على إيش بيتم كتابة الأشياء أو محتواها؟ تصدر الشركات المصنعة للمشعات نشرات فنية خاصة لكل مشع ولكل نوع ولكل فصيلة، لكل موديل نمبر حيكون في له نشرة خاصة فيه، والدفايات بيبين شكل المشع، شكله، طبيعة تصميمه، لونه، شو قديش هو قياسه، قديش طوله، قديش ارتفاعه، قديش وزنه، قديش عمقه. وبيحكي لك ايضا من ناحيه مبدا عمله اللي هو الحراره اللي فيه، الحراره المنبعثه من المشع في ظروفه الحراريه محدده تبعا لحجم المشع ونوع الماده اللي بتكون مصنوع منها. يعني خلاصه الحديث كل تفاصيله بيكون موجوده في النشره الفنيه. وأيضا بتتضمن النشرة هذه مواصفات ومعايير خاصة، زي مثلا درجة حرارة الماء المزود للمشع، درجة حرارة اللي أنت بدك تزودها للمشع بتصل لحد 90 درجة سيليسيوس، درجة حرارة الماء اللي بدها ترجع من المشع حترجع 70 درجة سيليسيوس، درجة حرارة الغرفة اللي بدك تحط فيها المشع بدها تكون مثلا 20 درجة سيليسيوس، متوسط حرارة المشع اللي هو الانبوت زائد الاوتبوت على 2، وحكيناها قبل هيك، إذا كان عندي 90 و70 شو تطلع النتيجة؟ 80، اللي جمعتهم وقسمتهم على 2، وحكينا شو هي المتوسط حرارة المشع قبل هيك. متوسط درجة الحرارة اللوغاريتمي اللي هو متوسط حرارة المشع وبنقص منها درجة حرارة الغرفة، بيطلع 80 ناقص 60 بيطلع ناقص 20 بيطلع 60، في حال كان درجة حرارة هواء الغرفة أكثر من 20 درجة سيليسيوس أو أقل منها، أو كانت درجة حرارة الماء الساخن في المشع أقل من 90 أو أكثر من 90، فإنه طاقة المشع توفر معدل انتقال حرارة من المشع أكبر من 60 درجة أو أقل منها. في هذه الحالة لازم أنا أستعين بجدول معامل القدرة عشان أحصل على قيم الحرارية للمشع عند درجة حرارة البقاء. يعني خلاصة الحديث هذا كله، إذا أنت فعليا غيرت أحد الكومبوننت هذه وغيرت درجة حرارة واحد من الأشياء اللي ذكرناها وما مشيناش على المواصفات الفنية تاعت المشع، شو بده يصير عندي؟ بالنهاية حتتغير كل الأرقام لو أنت غيرت رقم من هذه الأرقام، لأنها هذه الأرقام مربوطة في بعض. علشان هيك بستعين بجدول في قيم حرارية للمشع علشان أنا أجيب معامل انتقال الحرارة للمشع المذكور لما أنا دخلت عند قيمة محددة. يعني لو كان فرق درجات حرارة بين درجة حرارة الماء في المشع ودرجة حرارة الهواء بطلعها بالطريقة هذه، وبجيب معامل الضرب للقدرة، وبعد هيك ببدأ عملية اللي هي اختيار التصميم المناسب. النشرات أيضا شكل المقطع أو مسطح، مقطع أو شكل المشع إذا كان مقطع أو مسطح، بالإضافة إلى مساحته اللي بتنبغي تتناسب مع الحمل الحراري للغرفة، علما بأن وحدة قياس الحمل الحراري زي ما احنا عارفين هي وات، وخدناها المحاضرة السابقة. يذكر أن بعض الشركات المصنعة تستخدم مصطلح تجاريا للمشع هو مساحة المشع الحرارية، إذ يتبين من نشرتها الفنية أنه المتر المربع الحراري لمشع سكب بيعطي تدفق تدريجي من 400 كالوري لكل ساعة، والمتر الحراري الواحد بيتألف من 4 أصابع من السكب. بديك قياس لكل منها، هم مثال، يعني هو طرح لك مثال، حوالي 78 سنتي بيوفر 100 كيلو كالوري في الساعة لكل مقطع، بحيث إنه فرق درجة حرارة بين هواء الغرفة ومتوسط درجة حرارة الماء في المشع 60 درجة سيليسيوس. بقول لك فإذا افترضنا إنه حاجة الغرفة إلى الحرارة تقدر بحوالي 2000 كيلو كالوري بالساعة، توجد المساحة الحرارية اللازمة بالمتر المربع الحراري عند مقاطع المشع.
فباجي بقول الحمل الحراري المطلوب على 400، شو بجيب منه؟ قانون المساحة الحرارية للمشع يساوي الحمل الحراري على 400. قديش عندي حمل حراري؟ عندي حمل حراري بناء على المثال اللي انت اديتني اياه 2000 على 400 بيطلع عندي 5، بيطلع عندي 5. عدد مقاطع المشع بدها تساوي 4 في المساحة الحرارية للمشع، فبيطلع 4 في 5 بيطلع 20 مقطع. هذا المثال مش مطلوب منا انه احنا نعرفه، ولكن هو للاطلاع فقط، مش هذا يعني مش مطلوب منا في المساق اللي معنا ان شاء الله تعالى. مثال تاني بقول لك عندي جدول، هذا جدول فني لأحد شركات مصنعة للمشعات، يعني هذه الشركة تصنع المشعات ومدياني جدول. بقول لك إذا كان المشع مسطح، مسطح شكله مسطح وبيتألف من لوحين وصف وصف زعانف، يعني عندي لوحين وصف زعانف زي المحاضرة اللي حكينا مش اللي فاتت اللي قبلها على ما أتوقع، إنه إحنا فعليا كان في عندي أكثر لوح بدون زعانف أو لوحين أو لوحين مع صف زعانف أو لوحين مع صفين زعانف. هان بقول لك عندك لوحين مع صف زعانف، سمكه 72 ملي عند متوسط حرارة لوغاريتمي حوالي 60 درجة سيليسيوس. إذا كانت القيم الحرارية معطاة بالوقت، أوجد طول المشع لغرفة يلزمها حمل حراري. الغرفة دي قديش الحمل الحراري بده إياها؟ 2400 واط. هم حسبوا الحمل للغرفة قال لك 2400 واط، مع العلم انه ارتفاع طرف الشباك حوالي 680 ملي. اول حاجة باجي بطلع على الجدول، الجدول في 400 600 720 800 ومديني اطوال للمشع بالشكل هذا، وهذا جدول للحمل الحراري، يعني هدول كل قيمهم ايش؟ بالوقت. لايش؟ لمتوسط حراره عند 60 درجه سيلسيوس، متوسط حراره لوغاريتمي عند 60 درجه سيلسيوس. ملاحظه ان القيم المذكوره في الجدول الفني هي قيم تجاريه وتتباين من شركه الى اخرى ومعنى الى اخر، هذا طبعا متفق عليها، كل شركه في لها قيم حراريه بتكون عامله تيست للبرودكت تبعها وبتبدا بناء عليه بتعمل الجدول الخاص فيها. ما بقدرش انا هذا الجدول اجي اعممه على كل المشعات اللي ممكن تمر علي، اي مشع مسطح اقول هي جدوله، بينفعش، لا، هذا كل شركه تعمل جدول خاص فيها. بالحل انه احنا بدنا نحكي متوسط اللوغاريتمي، انت بتحكي لي متوسط الحراره اللوغاريتمي حوالي 60 درجه سيلسيوس، باخذ المعلومه بحطها على جنب، ومعامل الضرب في القدره بيساوي 1 لانه ايش؟ هذا متوسط اللوغاريتمي. الان بدك تيجي تقول لي انه ارتفاع الشباك حوالي 680 ملي، اذا قديش بده يكون ارتفاع المشع؟ حوالي 600. باجي بختار ارتفاع المشع بناء على ارتفاع الشباك فبيطلع معي حوالي 600. ومعدل انتقال الحراره 2400 واط وارتفاع المشع 600، فانا هنا ايش باجي؟ باجي بختار من الجدول المشع الاقرب من ال 2400 واط. خلينا نشوف 600، مين المشع الاقرب من ال 2400 واط؟ هو 2466، هاي المشع 600 واط. وين اقرب شيء على ال 2400؟ باجي بلاقي ال 2466 واط، وقديش بده يكون طوله؟ 1800 ملي متر. بتوقع انه مثال سهل وبسيط، انه احنا فعليا عندي غرفه، الغرفه هذه فيها الحمل الحراري إلها مقدر بحوالي 50 عفوا 2400 واط، فبقول لي بدي اختار شو طول المشع المناسب، فباجي بحكي ان انا فعليا عندي الارتفاع تاع الشباك 680، باجي باخذ اقرب قيمه لل 680 بتطلع عندي اللي هي 600، ما اقدرش اخذ اكثر من ال 680، فباخذ اقل نقطه بعد ال 680 فبتطلع عندي ال 600، مع انه ال 720 اقرب من ال 600 ولكن هي ارتفاعها اعلى، فما بقدرش اخذ مشع ارتفاعه اعلى من الشباك. طول المشع اللي عندي 1500 ولا 1800 ولا 2000 ولا ايش بدي اخذ، فكيف بدي اختار الكلام هذا؟ بقول ال 600، الحمل عندي 2400، هل اخذ 1211 و12 ولا 2466 ولا 2697 ولا 2928 ولا 3159؟
بختار مين القيمة الأقرب لل 2400، بلاقي القيمة هذه 2466، فبقول ال 2466 هي اللي اخترتها. ولكن شو طول المشع؟ 1800 ملي. طب لو أنا إجيت اخترت بقول لي 600 وكان الحمل الحراري عندي حوالي 2000 و700، مين باجي بختار؟ أو 2750، تمام؟ باجي بختار القيمة هذه ولا هذه؟ لا، بختارش الأقل، باجي 2750، بطلع وين 2750؟ بلاقي هذا 2600، لا اقل، فباجي بختار 2750، بختار القيمه اللي بعده اكبر منه بشويه. ليش؟ لانه عندي اختيار التصميم، بختارش على الحروف بالضبط، بختار بزياده شويه بحيث انه تكون كفاءه النظام عندي كفاءه اكبر او على الرينج او يزيد، ما تكونش اقل. طيب بالنسبة لأسئلة الوحدة، بتمنى منكم تراجعوها وتقروها بتمعن، وإذا حد عنده أي سؤال أي حاجة يراجعني فيه. للهان إن شاء الله نوقف محاضرتنا، أشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاية. بالنسبة للوحدة اللي بعدها هتكون عن المراجل اللي هي البويلرز، وهنحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل. إذا في حد عنده أي استفسار أي سؤال، بتمنى منكم تراجعوني. يعطيكم العافية.